ولو تروح إلى هذا محل النزاع عين لقرطابها بون هذا درك تام مسألة سو خلاف سي هاي وحل سو خلاف سي إكزاكت اللي محويين لقرطابها في عن النبي صلي جيسو وعبادة وفكي بتصن كرك خست مسلم هبط صدق سحاب بوي ما وحوري إلى رسول كيسي عمر كان دعي سنة دعاء إذا قارك إن ربع ما كنت دوبا نديك خديك هذا دون تكبت صبويري وسوى ذي نص ما خديك هذا دون تكبت صب وسوى ذي markii dambuu yidhaahdo haddii ducada oo dhanba adiga saligaaga ka dhigi haddaad ka wada dhigtay nabigu yidhi hammigaaga ilaahay kaaga filanaya idan saliga nabigu kaleey salaatu wasalaam iyo batsiga la batsada waa min diin hammigaaga ilaahay kaaga filanaya waa min diin hammigaaga ilaahay kaaga warwara duuro dhanba ka baaya hadii problem kasta ku qabsado inta halka fariisato nabiga saligiisa aad batsato uu ka tagayaa soo qolada psychology ugu idan weydaa dan waxa sabay ka sameey halka hadaad fariisato ama tasbiix sato ama sali nabiga qaado waa ka tagayaa إذن سلّي النبي عليه الصلاة والسلام ودينته كمديهاي كالجعل كالنبي محمد لا تجعل هذا نوع من الدين بل يوحو قارسي سيئن لغو أمري آبها إيهوية ذا إيه إنت عدد الشبينة تساقى كهر مرسوكة جعشان عليه الصلاة والسلام إن النبي قد جعلاته معنى يدوح ويا وركي سوئنو كالوين هذا عد كستوك كالمركة الله الله قيم هذا وركي ساقين هذا وركي ساقى كهر مرسوكة كمال الإيمان أما إيمان كده ما يسترن كيسو نوحو كحدا ينسي ده إنو نبي قوش علي عليه الصلاة والسلام جعيل كيسا نوحي أبات تلمامة وحكم ده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله إنه نسقر راعنو سأشي سوى الدين تلمكا ما أها النبي محمد وينين تيسا كما حد لينو قفك مسلم كي كدو دانا وكو قالوا بيا واضح صوتا سماء ka muslim ka nabi maxamed weynaytiisa ka dood galiya uu ku galoobaya waa maxay markaa cilada xagee ka jirtaa cilada waxay ka jirtaa maalinta in la xusaamo tahay qaab loo weynaynayo isku wada fursanayn inuu weynayno laakiin qaababkii layna faray inuu nabiga u weynayno maalinta in la xusaamo ku jirtaa nabigu inoo ma sheegin isaguna ma xusin saxaabadii la joogtayna ma xusin تابعينتي كده ميسانا ما حسين مذاهب تعفرت علماء ده ينكون نقانينا ما يحسين هذا حقيقة تمي واد بين مسلمين تبرد أي اللي يماد تاريخي أنا ضبط إمام المغريزي في كتابه سوق تغيرون أيوه وحي سواب الأبن تابعي كنت المامان دولة الفاطمية مركي أي شوكتي مصر دولة دي كتل نساء عبديين تلورين شريع قلت شيعة هاي أيا وحي كانت لح مولد لح بيرث داي مولد كوا بيرث داي لح بيرثدين لحصه نبيك عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب فاطمة صدح حسن يا حسين شن يا بغرك شنتها إنه نغضه وحل حصية لحدا إنه نغضه وحل حصية دولة دي شيء عدا هيد بل الردي مركي الردي نمكي ما يشغب صدي وعلى ورشنت الشيء عدا نعين قطور النبي راسك حصبه شانتينا وكتا كان نواي حسين علماء ذا وقت قاوي حكا دم بيسي وحي سويديان وار مسألة ذاني ما كمتا هاي وحي دين تو ينوشي يسي مسا كمام دها علماء ذا بار وحي لادن وار ربي كومة جرتا دين نبي الله حصو وكاسي علماء بادرين وحي لين وار روحاني ما سوغل لكن انو هل كلام كو شيغي يا وحاصو دنك بحسن هداد ما قشو مسألة ذا نبي كومة سمينين اما صحابة دي ما سمينين كما سمينين سؤال بنكو ويدينية نبي محمد سيدو الله وعابدو سكب بدن ميادو عابدو كريسة ما لنت هاد انتي النبي محمد وسميي لما يسوى ان سقوني ما النبي ده عمرك صحيح ما ما لنت هاد انتي النبي محمد كات كاتو ان سويدين نوحا صهر ما بناتي مسمى بنانا لكن انتي بها دارت هينين وحبب بدعك ورمي اذا النبي محمد ما لن هوية لن ما لن والبكو صل عليه الصلاة والسلام انا تصنط كي ما لن سكتو وطن هذا ما لن تصنط مسلمية maalinta tan dhan kale markaynu ka eegno ma la garanayaa maalintu exactly nabiga ku dhashay taariikhdii carabeed ee hore waxay u dhigantay sidii taariikhdii soomaalida soomaalidu baadiya ku dhalataa siday u calaamadsan jireen laba wax bay calaamadsan jireen toddobaadka maalintay ka dhashaan way calaamadsan jireen waxaad maqlaysaa hebel isniin buu dhashay khamiis buu dhashay jimcu dhashay iyo axad buu dhashay taa soomaalidu ma laha waa calaamad san jireen waxay kaloo calaamad san jireen gugii ama dayrtii la dhashay wixii jiray gugii reer hebel lagu duulay gugii hebel dhintay gugii dayrta badnaa gugii cayn ayaa la calaamad san jiray carabtii jaahiliyaduna saasay ahayd
نبي محمد مركو دشاي عليه الصلاه والسلام وحو ينو شيغي مالنتو دشاي يدو شيغي سنين بان دشاي بوي سنين تنا و سومي جيري سنين تا يا خميسانه و سومي جيري marka uu sheegay inuu sinin dhashay sanadku dhashay bisho dhashay cid ma garanaysa amal fiin sanadkii wax leeyahay sanadkii maroodigu ma ka kusoo duulay buu ku beegnaa marka waa sanadkii maroodiga marka taariikhda la raadinayo war sanadkaasi halku kaga beegnaa halkaas uu ku beegnaa halkaas uu sanadkii maroodiga uu dhashay ayay culimadu yiraahdeen bisha ma la garanaya waxa yiraahdeen waxa loo filayay inay tahay bisha rabiicul awwal ay maalintana isniinta rabiicul awwal walaa waxa jira 12 ka ahayd taariikhyahanada hadda jooga waxay leeyeen marka dib loo baaro 12 sanin ba maaha nabi guna wuxuu sanin ma dhashay soomaa hadda dib u raacdo bay leeyeen 12 sanin ma haysay la yeelaya ahad al-hufad wuxuu leeyahay war 9 ka ahayd culama kale waxa qabta 8 ay marka maalintan 12 waa ashharu al-aqwal waa warka ugu caansan ee taariikhyahanadu ay qoran laakiin exactly inay ahayd maalintaasi hatta maalin la isku waafaqsan ma aha soo dudu هذا يتي النبي جوينين تسمالم والبويني. لبيه طبعاً كربع الأول هسوجينه. صنّة كردم ويني. مالك استكوا صلي. مالك استوى حاضر الصمين كرتن بمحمد عليه الصلاة والسلام الصمين. هذا يتهي مالن تاسمية الدين تكوا صارورتي. وحد الله أمانة رجعوه. والله أعلم. بشارو 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 هذه سفر لو قال شري برشد القرآن ك حتى واحد كوب برانيسا قرآن ك إيو علوم تشريع هذا هذه كأوجو قريه ك إيو كوب هذا شقو دوسيه أونلاين ك برشد القرآن ك كريم ك إيو شريع هذا إسلام ك دروس تأوس إذا تحنها أوديو وحكم إذا برشد القرآن ك كريم ك إيو هجادة علوم تشريع هذا إسلام ك تربية ده أولاده إيو لغة عربية هذا بس خورست واي سعطة هلا نهرو جاي وحيفا فاهينا كل حريت نبرة الشاشة دك عجم مقطع هموجاني دكسيجا أونلاين كبرشة القرآن الكريم كا يعلم تشريعات إدار الهجرة